أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينال الأحياء أحدا من الأموات أو أن يسبهم، وقال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. إلا أن من الأموات من كانوا أشرارا ولهم خطورة أو بدعة يدعون إليها، فذكرهم لتحذير الناس من أمثالهم ليس ممنوعا، إنما الممنوع هو الذي لا يكون شريرا ولا عاصيا ولا معلنا بفسق أو ببدعة أو نحو ذلك. ولذلك جاء هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري، قال: باب ذكر شرار الموت. وروى بالسند الصحيح المتصل قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمره ربه بعد فترة كان يدعو الناس إلى الإسلام سرا، بعد هذه المرحلة السرية أراد رب العزة منه أن يعلن الإسلام وأن ينشره، وأمره: وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ بعشيرته الأقربين يدعوهم إلى الإسلام. وقف سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وينادي على القبائل قبيلة قبيلة وبطنا بطنا: يا بني عبد المطلب، يا بني فلان. فلما اجتمع الناس قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبين لهم أن ربه سبحانه وتعالى أرسله إليهم يدعوهم إلى الإسلام، وإذا بأبي لهب يقف من خلفه ويقول: تبا لك سائر هذا اليوم. ألهذا جمعتنا؟ يعني هلاكا لك. يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن أبا لهب هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أبا طالب كان عمه أيضا ولم يمت على الإسلام، بيد أن الآخر كان ينافح عن الرسول وعن الدعوة. ومن الأمور الغريبة أن أبا لهب هذا عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له ولد لأخيك عبد الله ولد وسماه محمد،